أخبار اليوم. الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة نوال مصطفى، بنبارك لك على الجائزة النهاردة وبنرحب بك في بوابة أخبار اليوم. الله يبارك فيكم، وأنا يعني سعيدة طبعا بوجودكم معانا، والجائزة دي بالنسبة لي شيء عزيز لأن دي جائزة مصطفى وعلي أمين الرائدين اللي هم أسسوا أخبار اليوم، وهم أصحاب المدرسة العريقة اللي احنا كلنا بنفخر إن احنا منتمين ليها. مصطفى وعلي أمين بيمثلوا إيه لحضرتك؟ كقيمة صحفية كبيرة بيمثلوا رمز رائع للكفاح والحب الصحافة والأخلاقيات الصحافة وللريادة. يعني مصطفى وعلي أمين بيساووا بالنسبة للريادة لأنهم أسسوا مدرسة صحفية عظيمة جدا هي مؤسسة أخبار اليوم أو دار أخبار اليوم، اللي هي كانت وتظل يعني رائدة في الصحافة المصرية والعربية. احنا عايزين نحيي حضرتك على ان حضرتك ليكي بصمه كبيره في العمل الانساني، عايزين تكلمينا حضرتك عن القادم بالنسبه لك في الموضوع ده. العمل الانساني ده شيء يعني برضو اتزرع فينا في مدرسه اخبار اليوم. مصطفى امين الله يرحمه كان رائد في هذا المجال وانشا ابواب انسانيه، هي ليله القدر واسبوع الشفاء ولست وحدك ونفسي، كل الابواب الانسانيه دي انا شرفت بان انا يعني ترأست عدد منها واستفدت يعني استفاده كبرى، لانه الاختلاط بقاع المجتمع والاحساس بنبض الناس الحقيقيين في بلدنا ده شيء مهم جدا لاي صحفي، لازم الصحفي يمتلئ بنبض هذا الشعب الجميل علشان يقدر يكتب بصدق ويكتب فعلا يعني موضوعات وتحقيقات ومقالات وحوارات تمس نبض الناس وتحقق امالهم واحلامهم. نشكر حضرتك يا فندم، ربي دايما في تقدم ونجاح. شكرا ليك، الف شكر.